السلام عليكم. في أحد قرى زهران في جنوب المملكة العربية السعودية في عام 1399 هجري، يعني 1979 ميلادي، حصلت قصة عجيبة غريبة. القصة بطلها شاب اسمه مرشود. مرشود هذا عمره 19 سنة، لكن مرشود راعي مشاكل، ولد متشعب ويحب، يعني يحب يبين نفسه، يعني مثل ما تقول يحب يكون مشهور عند أهل القرية بالكامل. فما لقى أي وسيلة ثانية للفت الأنظار إلا أنه يرتكب بعض الأشياء اللي يخلي أهل القرية كلهم يسولفون. مثلا يشوف أحد عنده أغنام حاطم عند البيت يسرقهم، أحد حاط حصان ياخذ يركبه ويهج فيه، أحد تارك له سيارة شغالة يركب فيها يقعد يفحط لين يمل ويتركها، أحد مخبي له شيء داخل البيت يتسلق السور وينط، وكان الولد عنده لياقة وسريع البديهة ويحب الأكشن، يعني يحب المغامرات، رغم أنه أبوه عنده خير وما هو محتاج، ولا هو أصلا اللي يدفع للسرقة وعمل المشاكل اللي هو الفلوس أبدا، بس يعني كان أمر غريب بالنسبة لأهل القرية. وهذا الأمر انعكس حتى على أسرته وعلى أبوه، لأن كل ما سوى الشيء وصادوه أبوه يتفشل مع الناس والناس تشتكي، وأبوه دائما يضرب أو يركض وراءه أو ينصح، ماكو فايدة. الولد عنده مجموعة من أصدقائه ويسمعون بقصص مرشود وكذا، يعني إنه بطل وإنه ولد ذكي وإنه كذا، لكن المشاكل صارت تجيه من كل صوب، وبدأ يحس على نفسه. كبر شوي الولد، بدأ يحس إنه كأن سمعته صارت في الأرض والكل صار يبتعد عنه، ولا حد حتى يضيف عندهم في المجالس، يدرون فيه مشاكلهم، مو مخلي أحد بحاله. هذا غير الاعتداء على بعض الشباب في القرية في الضرب وكذا، مشاكل كثيرة. يوم من الأيام مرشود بعد ما تم معاقبته على أحد المشاكل اللي سواها، جلس لتقريب الشهر شهرين أبدا ما على صوت. لكن ذاك اليوم ويشوف جارهم بنفس الحي اللي هم فيه، طبعا القرى أنتم عارفين قرى بيوتها تكون بسيطة، يعني من البنيان، يعني دائما تكون دور أرضي في الغالب وحواليها سور، لكن السور ما هو مرتفع، ممكن أحد يتصوره، لكن في بعضهم يرفع السور بشكل عالي خوفا من السراق والحرامية وغيره. شاف جاره ذاك اليوم وهو يدخل حصان شايل له فرس ومدخلها بيته، داخل بيته في حوش، وبعدين اللي هو البنيان اللي هم الغرف وغيره. عجبت الفرس، رغم انه كان يعني يحدث نفسه أنه أنا خلاص أبي أعقل وأبي أكون خوش رجال وما بيسوي مشاكل، وفشلت أبوي والناس كلها تركض وراي، خلاص أنا بتوب من هالسوالف هذه، يعني فترة شيطانة ومراهقة، وأحس أن أنا خلاص عديتها. الولد وصل عمر على آخر 19 20، حس أنه خلاص عدى هالمرحلة، لكن الفرس دخلت مخه، يعني قال أنا إلا أخذها، بس هذه راح تكون آخر مرة، أباخذ الفرس هذه بستانس فيها شوي، أفتر فيها وبعدين أرجعها أربطها عند بيتهم، ولا أرميها ولا أي مكان، وبعدها ما راح أسوي شيء، لكن هذه الفرس بأخذها. وفعلا هو يجي ذاك اليوم على وقت المغربية، والناس في القرى دائما وقت المغرب خلاص ينتهي اليوم، يعني النشاط، الناس ترجع بيوتها ترتاح تنام وكذا ويصحون من الفجر. أو يجي ويتسلق سور البيت، لكن هالمرة السور كان عالي،
وحاول انه ينزل من السور بدون ما يثير الجلبة او الصوت او عشان لا ينكشف. فاول ما حاول انه يقفز ولان السور كان فعلا بعيد، فقال ارمي نفسي على مثل حاطين سرير في الحوش وفيه فرش وكذا، قال انط على السرير علشان ما اطلع صوت وانزل على الارض. اول ما رمى نفسه على السرير وتنعكف رجله ويطيح، بدا يتالم وكذا لان القفزه ما ضبطت معه، ماسك رجله بدون صوت عشان لا احد يسمعه. وتجيه بنت صاحب البيت، عنده بنت كذلك بعمر مرشود، سمعت صوت في الحوش وتدري ان عندهم حلال، يعني كم راس غنم عندهم الفرس هذه، فاعتقدت انه يمكن الفرس فكت رباطها ولا، فرحت بشوف يعني داخل بيتهم، ولا قابلها منه مرشود. البنت كانت فالة شعرها وكذا، وهذه هي المصيبة، كل شيء ممكن يتم التجاوز عنه إلا سالفة الشرف والمرأة. وعندهم اللي يشوف مرأة مكشفة هذه من الكبائر عندهم. البنت أول ما شافت خافت، قامت تصرخ، ويصحون أخوانها ويجون يركضون، ولا هذا مرشود على الأرض، ويمسكونه ويجي أبوهم وأضرب، وين جنبك اللي عورك يا مرشود، وضرب ضرب وصار صوت عالي وصراخ، والناس التمت عند البيت، إيش صاير صاير، هذا مرشود يحاول يقوم يهرب ما هو قادر، يمسكونه يرجعونه وضرب ضرب. المهم تجمعوا الناس برا، وأبوهم أبو العيال خاف لا يموت بيدين عياله، فيبي يفتك من البلاوي لا يموت داخل بيته، يحاول يسحب يطلع برا البيت علشان بيسلمه لأبوه وإنه يعاقبه ويخلي أبوه اللي يتصرف. والناس التمت ويحاولون يشيلون مرشود من إيدين هالشباب، ووصل الكلام لأبو مرشود أو يجي يركض المسكين. أول ما جاء ولا هذا ولده ماسكينه ضرب، لكن يوم شافه أبو مرشود، أبو مرشود طبعا عنده 5 أولاد غير مرشود، ومرشود هو اللي يكون أصغر واحد. المهم يوم شافه أبو مرشود، لأنه إنسان طيب ومحترم وله قدر عند أهل القرية كلهم، فأبو العيال أول ما شاف أبو مرشود سكت وحلف على العيال أنكم ما تضربونه، وسلم مرشود لأبوه. والأبو صار يترجاهم ويحب راس صاحب البيت ويهد عياله، وأنا أخذ حقكم واللي تبونه، وأي شيء حق علي أنا مستعد، بكرة إن شاء الله نتجمع عند الشيخ واطلبوا اللي تبونه وأنا حاضر وكذا، ومسحوها بوجهي. ومن هالكلام سكتوا وقالوا له أجل موعدنا باكر عند الشيخ، خذ ولدك. التفت ولا ولده يركض وهو يعرج، يركض 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 لين دش البيت، راح يركض ورا ولده ميت من قهر فشله. دخل عليه البيت وهو ماسك عصا، وين مرشود وين مرشود، ولا هذه أم مرشود، وقفت له قالت له الله يخليك، الولد أنا قافل عليه الباب، تكفى طالبتك، لا تلعن فيه ولا تدعي عليه، وإذا تبي تضربه بس أبيك تسمي قبل لا تضربه، أنا ما عندي مانع أنك تضربه وتأدبه، لكن لا تدعي ولا بديت تضربه سمع لي. قال أوكي، افتح الباب افتح الباب لا أضربك مكانه. افتحت الباب قالت لا أدخل عليه. كلمة أم شوت، شوف شو ترى لها معنى عميق جدا، كلامها حكيم، تقول له لا تدعي على ولدي لأن هذا أبوه، ودعوة الوالدين ترى مصيبة، مصيبة إذا أمك أبوك دعا عليك حتى لو بالغلط، لو ما كان قاصدها، مصيبة يدمرك، انتبهوا.
ابوك تنرفزه ولا امك تنرفزه ويدعي عليك الله لا يوفقك، انتهى موضوعك حبيبي، انت خل شهادتك هذه تنفعك. فهي عارفه تقول لا تدعي عليه، تعرفون انتم دائما الاب اذا عصب على ولده بيضرب وكذا، وسمع عليه عشان لا تصير في حاله نفسيه ولا اضرب ادبه. لكن فابو مرشود لما دخل وكلام امرته تقول خذ راحتك هذا ولدك وخذ راحتك ادبه، لكن كلامها اثر فيه، ويوم دخل لقى ولده بالزاويه وخايف ومضروب ضرب من صاحب البيت وعياله، راجع نفسه وتعوذ من الشيطان وجلس جنبه. قال والله العظيم ما ادري اضربك اذبحك يا مرشود، والله فشلتني وسوت وجهي، والله العظيم سوت وجهي، الحين سرقات ما سرقات وانا ضربت كثير وحلفت واقسمت انك ما تعيده، الحين رايح تنط على بيت الجيران تغزل وتحرش في بنتهم. قال لا والله يا يبا، والله كنت ناوي اخذ الفرس اللي عندهم اللي حاطينها في الحوش، والبنت جت على صراخي يوم طحت وترى انكسرت رجلي، والله يا يبا انا مالي بهالسالفه هذه، اقسم بالله البنت شافتني بالصدفه يوم طلع صوتي. الابو يعرف ولده اذا كذب عليه، يعرفه يعرف نظامه. أنا الولد ما انكر انه يبي يسرق، لكن انكر موضوع البنت، يقول والله ما ادري عنها. وفعلا البنت اصلا طلعت مفرعه، لو انه رايح بيشوفها ولا هي تدري ولا هو كذا، وشلون طلعت بهالليل بهالمكان هذا، يعني كان الموضوع فعلا كان مصادفه. سكت، قال لا ماشي، بس ترى يا مرشود السوالف هذا اللي قاعد تسويها والله العظيم انك طيحت سمعتي في الارض ومشينا. هالكلمه هذه اثرت في مرشود تاثير قوي جدا جدا، حس ان ابوه فعلا انكسر، حس ان فشل ابوه، وصار يفكر بنفسه، وانا حلفت واقسمت وعدت اني ما اكرر، انا شلقفني كل هذا على فرس ناط بيت الناس، وصار يلوم نفسه، هو دائما يلوم نفسه، لكن هالمره الموضوع صار فيه بنت، الموضوع صار فيه موضوع شرف، والان بكره راح يتجمعون اهل القريه عند الشيخ، ويقوم ابو مرشود يجمع عياله كلهم، قال اجمعوا لي كل الحلال اللي عندي، غنم بالبقر الموجود، بكره جايين عند الشيخ على موضوع اخوكم مرشود وسالفته مع بنت الجيران، واللي يطلبونه راح اعطيه من الحلال. قالوا ايش تم يا يبا؟ ويقومون عياله مساكين ويجمعون بهالحلال بهالليل ويجهزونه عند البيت وكذا، واليوم الثاني فعلا سووا جلسه اللي هي جلسه المحاكمه عند شيخ القبيله، والشيخ قال حق ابو البنت، قال انا انتم عارفين الكشف على حرمه البيت هذا امر كبير جدا، واللي سواه مرشود وكشف على بنتي وهذه سمعه، وانا بنتي الحين من اللي راح ياخذها ويتزوجها، والبنت على وشك يعني زواج بهالعمر هذا، والسوالف التناقل، ويمكن احد بكره يسيء فهم الموضوع او انه يزيد بالتفاصيل ويقول انه والله كان له علاقه وكذا، ومرشود يحلف والله يا عمي اني ما، قال اسكت ولا كلمه، الان ابي حقي. قال ابو مرشود حقك واصل، قول شنو تبي. بس قال انا والله ما ابي الا الستر، والله لو انك جايني وطالب البنت حق ولدك والله ما عطيته، ولدك اصلا ما يستحق وما يستاهل، ومفشلك وانا ما ابي اناسب واحد حتى عاق في ابوه، لكن الان انا السيف على رقبتي وسمعتي، انا ابي تدبروا له وظيفه وتحطوا له بيت ويجي يتزوج البنت، ولا ابي منكم شيء. مرشود استانس، مرشود صح انه شافه بالمصادفه،
لكن كذلك البنت يعني ما هي جميلة البنت، وبنت عائلة محترمة ومعروف، وينط مرشود ايه انا موافق. قال لابو اسكت اسكت ويضربه قدام الناس. الشيخ قال ما في مشكلة موافق يا ابو مرشود. قال ابد. ومرشود قال انا موافق يا عمي. وفوق هذا ادفعوا لها مهر قوي جدا يعني كبير، يعني مبلغ كبير على غير العادة، علشان يعني كموضوع ان يراضونهم فقط. ويلتفت ابوه عليه قال له والله يا ولدي لا طلع المهر هذا من قلبك، تروح تدبر نفسك وتشتغل وتجمع لين ان شاء الله يجي موعد الزفاف تكون مكون نفسك، وحلال اللي انا الحين صرفته عليك ترد لي، تفهم ولا لا؟ قال حاضر. الابو طبعا هو مستعد يدفع كل اللي عنده عشان عياله، لكن يبي يطلع الولد قلب شوية، بيحسسه بالمسؤولية. قال ترجع لك كل دينار وكل ريال أدفعه. قال حاضر تم. اليوم الثاني طبعا سووا كتب الكتاب فقط، وكل أهل القرية شهدوا في الموضوع وتم الصلح والحمد لله والأمور طيبة. ويبقى كذلك مرشود ولدهم، حتى أبو البنت عارف أن مرشود منهم وفيهم، لأن أهل القرية هذا كلهم يعني جماعة واحدة. لكن الولد شيطان، يدرون أن الولد مشاكل يسويها ما هي من طمع ولا هي أنه يدور فلوس ولا هو يخربط ولا يتعاطى ولا لا، يدرون ولد فيه شيطانة، ولد فيه يعني يسمونه فرط نشاط يعني. فقالوا إن شاء الله يعقل، ويدرون فيه خوش ولد، لكن سوالفه يروح يهايط عند ربعه أنا سويت وأنا سويت. الحين كلاه مرشود خلاص هالسالفة هذه كأن غشاوة على عينه وزالت، بدأ يشوف الدنيا أنها ما هي لعب ومسؤولية وسمعة وأبوه والجماعة والقرية والعالم، والحين يعتبره متزوج. لا قال أنا لازم أشوف لي شغلة، لازم أشتغل وأكون نفسي، ولازم اليوم الثاني من ضيقة وين أروح وين أشتغل وين ألقالي بهالقرية، وين يعني لازم أروح مكان ثاني بعيد. قام يسأل على موضوع العسكرية ولا على موضوع أنه يشتغل مثلا في تجارة معينة، يشتغل حمال عند أحد ولا أي شيء، أي شيء يدور فكرة، يدور أي مصدر رزق، لكن ما في. من الضيقة صار يبتعد عن القرية، ما يبي يجلس، يطلع من البيت ما يجلس بعد هالسالفة، ما يبي يجلس في القرية. فقام يروح وين؟ على الطريق العام القريب من القرية في مقهى يسمونه مقهى عبدان، طبعا له اسم لكن مشهور مقهى عبدان، لأن اللي يشتغل فيه شاب سوداني اسمه سيد عبدان، فسموه المقهى عبدان، عبدان عند عبدان، أنا عند عبدان، بعدين قاموا يسمونه مقهى عبدان أو قهوة عبدان. راح هناك يجلس. في ذاك الوقت مقهى يقدم شيشة، ترى كان مكروه من المجتمع، غالبية المجتمع كان يعني يستحي اللي بيروح هناك، كان يتخبى عن الناس، وما كانت منتشرة كثير هالمقاهي، لكن لأنها على طريق عام بعيدا عن المناطق السكنية، وناس مسافرين وناس رايحة رادة وناس عندها ثقافات مختلفة، ففي بعضهم لا يشرب من هالشيشة. والشيشة في ذاك الوقت يعني 79 ما كانت نفس الشيشة الآن، لا لا، كانت مثل يسمونها الجراك، شيشة طولها مترين وبراسها يحطون كيل وفحم، ولها هوز طويل يحطونها آخر المقهى ويشربون الناس من هالشيشة هذه، ويضيعون وقت، وفي ناس منهم مسافرين ويمر على المقهى هذا، منها يشرب هالشاي والقهوة وهالشيشة، ومنها ياخذ له قفوة يرتاح عشان يكمل طريق السفر يعني.
في ناس التنقل تعرفون بين البلدان يمرون على هالطرق العامة، فما حد يروح هالمقهى هذا خصوصا من أهل القرية والقرى اللي حواليه إلا قليل جدا من الأشخاص. المهم جالس مرشود يفكر متضايق، أنا وين أروح وين أشتغل؟ مرة يفكر أشتغل كداد أوصل الناس وكذا، لا أنا مالي مقدرة بهالسالفة هذه وأحتاج لي سيارة جديدة، وأبوي بعد ما دفع اللي عنده أنا بعد مستحيل أطلبه. أشتغل في بيع وشراء الأغنام، من وين أجيب رأس المال؟ والله أبوي لو أقول عطني دينار الحين بذبحني. زين عسكرية، يفكر يفكر يعني وشلون أو أفضل وظيفة يعني من هالسوالف. وأثناء ما هو قاعد بساعات طبعا، ويدخل رجل يسمونه أبو ستة. أبو ستة ليش يسمونه أبو ستة؟ هذا صاحب تاكسي كداد معروف عندهم ويعرفونه أهل القرية، وهذا دائما موجود على هالخط، يروح إلى أبها إلى الطايف إلى مكة ويجي يعني كل روحاته وجياته لازم يمر على هالقرية ويجي عند وين؟ عند مقهى عبدان. يوم دخل عندهم في المقهى كانوا معاثرين ومبين عليهم انهم ما هم من اهل الديره. المهم يسولفون هالاثنين ومعاهم اللي هو الكداد ابو سته، سوالف سوالف، واحد يسمونه ابو دانه والثاني ابو جراح. طبعا ابو جراح هذا اقول لكم سالفته، أبو جراح معروف عندنا في الكويت وكان مرشح مجلس الأمة في التسعينات لكنه ما نجح طبعا، وله أصول يعني في المملكة العربية السعودية. لذلك هذا أبو دانة وأبو جراح يملكون عقارات في مكة وفي الطائف وفي أبها، وكانوا يستخدمون أبو ستة اللي هو الكداد هذا في إنه يدليهم على الأماكن الأراضي اللي معروضة للبيع، المزارع، العقارات، ويعطونه نسبته. فهو شغال كأنه مسوق عقاري ويوصلهم لأن عنده التاكسي، يصفطون سياراتهم مثلا في مكة وياخذهم ينقل فيهم من مكة إلى الطائف إلى أبها إلى ما أدري وين، ويرجعهم سياراتهم يرجعون للكويت. أبو دانا وأبو جراح كويتيين هذول. المهم هني عرف مرشود أن هذول كويتيين اثنين، وهذا أبو ستة هو يعرف أن أبو ستة هذا الكل يعرفه في القرية. المهم يا هلا يا مرحبا حياكم الله، أنتم من وين إخواني وكذا؟ قالوا والله إحنا من الكويت وحياكم الله والساعة المباركة جنبه، ويرحب فيهم يا هلا يا مرحبا. أثناء السوالف ويقوم أبو جراح ويقول حق سيد عبدان اللي هو الشاب السوداني اللي يشتغل في المقهى، قال هني ما تسوون أكل؟ قال لا والله احنا فقط مقهى يعني. وينط مرشود، أقول لكم مرشود هب ريح وخوش ولد لكن فيه شوي شطانة. يوم سمحهم يقول في أكل كان يقول والله العظيم ما تنزلون إلا عندي وانتم الليلة ضيوفي يا ابن الحلال. قال اقسم بالله تقلطون على كرامتكم والحين بجيب لكم الذبيحة يا ابن الحلال تحلف لا، ويشدون معاه. قال ما ابد لزم عليهم، معروفين ترى اهل زهران ترى اهل كرم واجاويد، مستحيل يتركك وشافك غريب. انت لو انك داخل المملكة وديرتك غير الديرة اللي هو فيها ما يتركك الا انت متعشي وماكل وشارب ومبسوط، شلو لو يدري انك من بلد ثاني. المهم لزم عليهم قال لهم الليلة عشاكم عندي، حلف حلف قالوا لا تم، ويطلع من المقهى ويركض البيت. الحين ألزم نفسه وما فكر أصلا من وين بيجيب الذبيحة من وين يضبط منك. لكن الآن شو يقول حق أبوه؟ يقول عطني
أبوه ما بقى له كم راس ويروح حق أمه. أمه هم كم راس لها، ملك لها، هي شريتهم، ويروح حق أمه قال لها يا أمه تكفين يا أمه لا تفشليني. قالت شو فيك، شو مسوي ليكم سووا مصيبة ثانية؟ قال لا 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 يا أمه والله في اثنين كويتيين ضيوف وشفتهم في المقهى، وانت شو وداك المقهى؟ الله يسود وجهك. قال له يما ترك موضوع المقهى الحين، الكويتين هذول توهم جايين، وواحد كان يعني سأل عن أكل وعشاء وما فيه المقهى هذا ما يسوي أكل، وأنا لزمت عليه أني أسوي لهم عشاء، تكفيني يما. قالت له ما في مشكلة، روح خذ واحدة من الأغنام اللي عندي ودر بالك تأخذ من اللي عند أبوك، والله لأبوك لا يصلخ جلدك، أبوك ترى ما يتحمل منك أي شيء، ويسمع انك انت مقلط ناس ما راح يصدق، راح يقول هذا بيبيع له راس ويروح يلعب بالفلوس، ما يصدق انك تقعد تعزم الناس وانك يعني رجال اجودي وكذا، ويضحك. قال لا والله يا يمه والله ان ضيوف وجايين من الكويت. قالت حياهم الله خذ لك راس. قال لا يمه ترى باخذ الخروف وبروح اصلخ واذبح هناك، بذبح واصلخ، مو اصلخ واذبحه مثل اللمبي، لا بروح هناك واذبحه واصلخ وكذا ويساعدوني واطبخ لهم. قالت خذ القدور عندك هني وخذ اللي تبي من الرز، وخذ كل شيء كانه ماخذ عزبه بيروح البر ويطير لهم المقهى. ورا المقهى في نفس الشيء يعني حوش وساحه وكذا، ويعلق الذبيحه ويقصص ويضبط، وهو بريح ويعرف ويقطع ويبهر، لأنه من كثر ما يروح البر بروحه يعرف يسوي كل شيء بروحه، ويحط لهم هالذبيحة وتطبخ، ويجي قاعد عندهم شوي ويروح ولا هي جاهزة ويحطها في هالصحون ويجيبها لهم ويعزم المقهى باللي فيه. والناس تقلط، وفي ناس تجي من السفر يعني اللي رايح راد ما يدش السالفة، حلف عليه لا تنزل الخير واجد، والناس تاكل وكذا. يوم خلصوا وقعدوا يشربون شاي ويسألون انت من منو وين ديرتك وين اهلك؟ قال انا القرية هذه وانا اسمي فلان فلان فلاني وانا كذا. قال ابو جراح قال له يا اخي انت تدري انك تملك نفس في الطبخ رهيب؟ قال جد والله. لا يا اخوي انتم تمدحون وتجاملون وكذا، ان شاء الله ان عجبكم. قال قسما بالله بحياتي ما حد طبخ جنبي طبخ مثل هذا، لا مطعم ولا بيت ولا، ما شاء الله عليك انت من زمان تطبخ وكذا. قال والله مرات على ايام الشطانة ابوق لي خروف، اسرق لي خروف واقعد اعزم ربعي، وهو فعلا كان اول لا سرق، هو ما يبي فيه ولا يبيع ولا ياخذ الخرفان ويذبح فيها ويعزم ربع الشليتية ومبسوطين انه والله هذا كأنه روبن هود جايب لهم هالغنايم. لذلك متمرس في موضوع الطبخ. قال ابو جراح قال له قسما بالله شوف ترى انا اخوك شغال في التجارة وعرف الامور، تدري انت لو انك تفتح مطعم وانت اللي تشرف عليه يعني توقف على الطبخ مثل ما طبخت لنا الآن، قسما بالله لأنه يدر عليك أموال ما تحلم فيها. قال جد والله. قال لي والله ترى أنا أخوك من عمري وأنا في التجارة، وهذه نصيحة أنا بعطيك إياها، أفتح لك مطعم واشتغل على موضوع الذبايح وانتر على خط سريع، والناس لا درت ان هذا مطعم احسن من مقهى. المهم استانسوا ذيك الليله والسوالف وضحكوا، والكويتيين مشوا ورجعوا لاهاليهم مع ابو سته. جلس مرشود يفكر ان والله فعل الخير وان توجب العالم والله شيء حلو، حس بقيمته يعني، حس بشيء، والناس تتشكر وهذا يقول له اي شيء تبي خذ رقم تليفوني وانا ترى في الكويت المكان الفلان وهذا رقم بيتنا وهذا كذا، اول التليفونات الارضيه.
اي شيء تبي، تبي تجي الكويت، تبي كذا. لان سمعي قال والله كنت ادور وظيفه، قال تعال اذا تبي اضبطك في العسكريه عندنا في الكويت. كان فعلا الكويت تستقطب العسكريه من كل مكان الى الان، طبعا طبعا بشروط وكذا. اذا تبي اي شيء، وهذا مشهور يعني الرجال يعني معروف، يعني اقصد مشهور عندنا في الكويت. المهم رجع لامه مرشود، قال يا ما والله ضيوف يمدحون في الاكل وكذا، ويسولف لها وطاير من الفرحه ومبسوط، وامه تضحك قالت له والله انت داخلك رجال اجودي، بس لو تترك عنك الشطانه. المهم اترك عنك المقهى وروح دور لك وظيفه. قال ان شاء الله. المهم كل يوم يجلس في المقهى، ماني روح، يقول افكر افكر. كل ما جاء واحد يساله يا ود الناس وين توظف الحين، وين افضل شيء، يعني يسال. والقهوه تلم اجناس واشكال، وكل واحد يعطيه راي، وكل واحد. بعد يومين ثلاث ويجي السيد عبدان اللي هو السوداني اللي يشتغل في المقهى، قال له يا مرشود ايش رايك ابيع لك المقهى وتحوله مطعم، وانا اساعدك واشتغل فيه وتبدا مشروعك. يلتفت عليه قال انت ايش عرفك ان انا يعني كانت في فكره ببالي يعني. قال انا سمعت الرجال الكويتي يوم قال لك، ايش رايك انا بسهل عليك وبعطيك اياها بسعر والله ما تحلف فيه. قال لا انت اصلا شو تملكه اصلا، هو لك عشان انت تبيع لي. قال لي نعم انا ملكه، وبعدين يعني من زينه وما هو يعني مكلف ولا غالي، انا شريته من شغلي في المقهى، وانا عندي الحجه مالت المقهى، وكذلك توكيل من صاحب الحجه، واقدر ابيعها ما في مشكله. في ذاك الوقت كان عندهم شيء اسمه الحجه، الحجه تعرفون نفس الورقه تكون بين البايع والمشتري، ويكتبون فيها بيانات العقار او الارض، ويوقعون عليه اهل القريه، يعني في شهود سته سبعه شهود وشيخ القريه، خلاص يسمونها حجه. بعدين طلعت الصكوك، وبعد الصكوك طلعت العقود، يعني اختلفت. فالحجه كانت اهم شيء انك تملك الورقه الاصليه هذه، وتملك توكيل من نفس صاحب الملك بتوقيعه، يقارنون يعني توقيع صاحب البيت مع الحجه، وخلاص كيف تتصرف فيها. قال والله فكره، وكم تبي؟ قال المبلغ الفلاني. والله المبلغ هم بسيط. استانس مرشود، قال يعني انا اكون بكره مالك هالمكان هذا ومقهى وحركات والله خوش فكره. رجع البيت قال لها يمه والله يمه جتني فكرة اني افتح مطعم، وهذه نصيحة اللي الرجال هذا تاجر كويت وعطاني النصيحة، وقال لي ترى انا عارف وصدقني راح تنجح. وموقع المقهى كان موقع رهيب، لكن لانه مقهى ما حد يجي. يا يمه انا حوله الى مطعم وهالذبايح وهالكذا. والام انبسطت قالت لي يا ولدي والله لو تخسر انا ما عندي مانع، اهم شيء انك تجرب. خذ ذهبي هذا كله روح بيعه، وخذ هالغنم اللي عندي كله خذه لك حطه في المطعم عشان تبدا مشروعك، يعني في الذبح وكذا، وتشتغل يعني تبيع هالعيوش وهالكذا، واطبخ وترزق الله وجرب، ولو تخسر فداك. ويروح فعلا ويبيع الذهب، ويسوي عقد مبايعة بينه وبين السيد عبدان انه يحول المقهى باسمه. جابوا شهود مع توكيل صاحب الملك الاصلي مع الحجة، حجة هذا باسم صاحب الملك الاصلي اللي مفوض فيه السيد عبدان اللي بايع له، ويسوون عقد جديد بموجب التوكيل انه خلاص يملكه مرشود، ويقوم يغير اللوحة يكتب
مطعم ومقهى عبدان، ما غير الاسم لانه مشهور يعني، هذا مشهور يعني، حتى في ناس من بعيد يقول له وين مقهى عبدان، ترى انا موجود فيه، فيقول ليش اغيره، خله بس اكتب مطعم. فخلى شيشه وخلى موضوع شنو المطعم، الشيشه اللي ماسكها سيد عبدان، لانه صحيح باع له، لكن لان هذاك يقول انا محتاج الفلوس بوديهم لاهلي، وخلاه يشتغل له في المقهى، لكن موضوع المطعم عند مرشود. ومرشود بلش وصار يبلغ اهل القريه ترى هذا مطعم ما هو مقهى، وترى فيه عندي كبسه وعندي ما ادري شنو انواع الاكلات اللي هو يعرفها يطبخها. وفعلا صار عليه دوس والناس قامت تجي، وحتى الناس اللي يعني المسافره بعضهم جاي على مقهى يعني يذكر ان هذا مقهى، فيجي ويتفاجئ ان في اكل ياكل، وفي ناس صارت تتعمد تجي للمقهى هذا لان مكانه مميز في هالطريقه هذا، وصار عليه دوس. او ما شاء الله، الله فتح على مرشود وقام واشترى غنم لامه، رد اول شيء حق امه، واشترى لها ذهب، وجمع المهر اللي ابوه دفعه وعطاه اياه. ابوه مصدوم، قال له كل هذا من المطعم اللي انت شغال فيه؟ ابوه دارة طبعا، قال اي والله يبا. قال زين وضروري تحط شيشة؟ يعني انا اسمع انه في شيشة وكذا. قال يبا انا ما لي شغل بالشيشة، شيشة ماسكها واحد اللي هو سيد عبدان اللي اول كان اشتغل فيها من زمان، انا علي المطعم. قال الله يرزقك. ايوه. قال بجمع اني بجهز لي بيت وكذا. قال لا ابد، البيت هذا بيتنا هو بيتك، تسكن فيه انت ومرتك. وفعلا بعد عدة اشهر جهز نفسه وسوى عرس وتزوج البنت، والكل مبسوط المرشود، لان خلال الفترة الماضية عرفوا ان صاحب المطعم مرشود، ومرشود صار اللي يجيه من جماعته يحلف انك ما تدفع، فالناس قامت تحبه. وفي مرات واحد يصير عنده مناسبة، عنده عشاء في البيت في القرية، يقول له عشاك عندي من مطعمي، ويجيب له العشاء والصحون، وصار له اسم وسمعة طيبة جدا في القرية والقرى اللي حواليه، الكل صار يعرف انه ترى هذا مرشود ولد فلان اللي في القرية الفلانية، ترى هو صاحب المطعم مقهى عبدان، مطعم ومقهى عبدان، والكل يسولف عنه، وصار يهلي بالعالم كأنه فاتح ديوان. وما شاء الله والخير يجي هو، والخرفان أيامها أسعارها يعني ما هي غالية، والناس صارت تتعرف على مرشود، وصارت تجي هدايا، اللي جاي من صوب الفلاني، اللي من المزارع، اللي يحط عنده بطيخ يعطيه هدية بطيخ ورق وكذا، واللي يجيب له فواكه، واللي يجيب له خضرة هدية، وهم جايين من مزارعهم من كذا، وهو هلا والله ما تدفع. وصار الحركة في المطعم، الله بارك له سبحان الله. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروح يا أشهر وتعال يا منو يا أشهر. السالفة إلى الآن ما بدت، لأنكم راح تسمعون سالفة ولا أخرب. بعد مرور سنة سيد عبدان طالع بإجازة وسافر البلدة، ومرشود هو اللي مسك شغل كله، وجاب واحد اسمه بخيت يخليه ينام في المقهى، لأنه عند الحوش اللي خلف المقهى والمطعم فيه خرفان وكذا، وخايف انه ينسرق، وهو صاحب سوابق ويعرف انه ممكن احد يمر عليه يسرقه ولا شيء، فخلها بخيت. بخيت نام اول يوم في المقهى، اليوم الثاني قال انا والله ما راح اقعد هنا. ليش؟ قال والله العظيم حلمت حلم بنص الليل، ان جاني واحد في الحلم ويصب لي فنجال فيه دم ابيض، قال لي اشرب. قلت له شنو هذا؟ قال لي هذا دم بارد. يقول انا فزيت من الحلم وانا مرتعب، والمكان صراحه موحش بالليل،
أنا ماني قاعد، أنا إذا بتخليني أبات في المطعم أنا صراحة ما بيشتغل. قال كيف توكل على الله وروح لأهلك. صار مرشود هو نفسه يبات في المطعم ما يروح لأهله، وشارح لأهله يعني أنه والله خايف على ما عندي أحد، بنتظر يعني كم شهر لين يرجع السيد عبدان، لأن السيد عبدان كان ينام في المطعم نفسه، في عنده غرفة خلف المطعم بالضبط. المهم نعم أول يوم ثاني الوضع عادي وشغال والأمور طيبة والحمد لله والرزق يهل عليه، ويزورونه مفتشين البلدية. السلام عليكم. عليكم السلام. منو صاحب المطعم والمقهى؟ قال أنا. تفضل حياك الله. قال معك فتش في البلدية حياكم الله. قال في عندك مخالفات؟ احنا ما راح نخالفك، راح نعطيك تنبيه في الأول، إذا ما عدلت المخالفات هذه راح يعني يمكن حتى نسكر لك المطعم. آمر وقالوا الأرضية ما تخليها أرضية قديمة هذه، لأن كانت أرضية فرشة سمنتية يعني، مطعم ومقهى قديم جدا مقهى عبدان، ومسوي له ترميمات خفيفة. قال لا لا حبيب ما ينفع، لازم تحط بلاط. والشيء الثاني مطعمك أنت يعني حاط مطعم ومقهى وهو صغير شلون يعني؟ لازم توسعه يعني، لازم أقل شيء يكون مو أقل من 150 متر مساحة المطعم من داخل. قال حاضر. قالوا لك، لفت انتباه على قولتهم، شهرين ثلاثة وراح نرجع لك، إذا ما في أي تعديلات راح نخالفك. قال أوكي. مشوا عنا. عايش يسوي إذا بيوسع زين الأرض اللي جنبه، ولا في أرض هي ملاصقة له، لكن نهاية الأرض في بيت قديم، والبيت له سور من الحجر مرتفع وداخله غرف، لكن محكم بالغلق ما حد يدخل أبدا، وهذا الوحيد الملاصق له. وصاحبته مرة عجوز وتوفت الله يرحمها، وما عندها وريث إلا أخوها. فقال أنا بكلمة شوف يمكن يبيع لي إياه ووسع المطعم وأضمه لي، يعني أشوف لي طريقة. دور دور على أخوه المرة ساكن في أحد القرى القريبة يعني. قال أنا بشتري منك البيت هذا القديم والأرض، لأني بوسع المطعم وأنت عارف وكذا. قال أنا أصلا بايعه. قال بايعه؟ متى بعته؟ المنو؟ قال أنا بعته حق سيد عبدان السوداني اللي عندك في المقهى. قال شنو؟ قال اي نعم، ترى الكلام هذا من 8 شهور. انجن مرشود. 8 شهور يعني بعد ما باع للمقهى بشهرين ثلاثة، السالفة صار لها سنة الآن من خذ اللي يفتتح المطعم يعني، سواء من مقهى إلى مطعم ومقهى. قال ليش سيد عبدان باع لي المقهى واشتراها الأرض؟ طبعا اشتراها عن طريق الحجة، حجة وخذ توكيل من الرجال. استغرب، وهو قال لي أنا ببيع المقهى علشان محتاج فلوس أوديهم لأهلي، وهو فعلا سافر. فقال يمكن هو يترزق الله يعني كيفه، لكن ليش ما قال لي يعني كل هالفترة شغال معاي ما قال لي إن هذه الأرض له؟ سكت. قال انتظر علينا يرجع من السفر ويصير خير، انت فاهم معه إنه يعني يحاول فيه إنه يشاركه يبيع له يشوف الطريقة. المهم جلس في الشغل وكذا، بعد مدة ولا يجون منه الكويتيين الاثنين اللي قبل سنة مروا عليه، أبو دانة وأبو جراح. يا هلا يا مرحبا، ويهل فيهم كذا، هم أهلا صاحبنا فلان حياك الله شلونك طيب شا. هم مستغربين هذا 24 ساعة موجود في المقهى ولا شنو؟ قبل سنة احنا تركناه في المقهى وللحين قاعد في المقهى. يضحكون يا هلا يا مرحبا، بس يحبون الرجل ضيفهم وكذا. المهم سوالف سوالف اشتاكلون وكذا، يشوفونه هو اللي يوجب العالم في المطعم، وقالوا ما شاء الله فاتحين مطعم هني. قال لي والله العظيم لكم فضل بعد الله، ثم لكم انتم
اني انا افتتحت المطعم ويا رب لك الحمد وعدلت فيه والله فتح علي وجزاك الله الف خير يا ابو جراح عن نصيحة. قال المطعم لك انت؟ قال لي وانا الحمد لله والله خذيت بنصيحتك والله فتح علي والحمد لله ويسولف. سكتوا شوي لان استغربوا من شغلة اقول لكم اياها بعدين ان شاء الله انا ما انساها. بس المهم والله الله يوفقك والله تستاهل. يقول والله اني انا ترى عرفت الرجال الذيب اللي تحرك وفيه خير والله اعرفه من عيونه، لذلك انا نصحتك صراحه وادري فيك وما شاء الله طبخك عجيب. احنا اصلا يوم رحنا زياره لمكه نشوف العقارات اللي عندنا واللي في طايف وجينا لبها وقلنا لازم نمر مقهى عبدان واشتهينا الاكل والله قلنا ان شاء الله نلقى الرجال ونعزمه نجيب له خروف ويذبح لنا قال ابد موجود ويسوون لهم هالطبخه الطيبه وينبسطون وسوالف وضحك. زين سيد وين؟ قال والله سيد بجازه. قال يا الله يسهل عليه. المهم يا مرشود ترى احنا هم جايين على موضوع معين. قال امره. قالوا يا اخوي احنا صاحبنا ابو سته اللي هو الكداد اللي كان يشتغل معاهم مثل مسوق عقاري يعني. يا اخوي هذا فاقدين احنا. قال لهم ليش؟ قال والله ترى احنا مبطين عنا من سنه ما شفناه ونحاول نتصل على بيته في مكه حتى هل يقولون صار له تقريب السنه ما جاء والكل يدور عليه وهل يدور لكن ما حد عارف وين اراضيه. يمركم هني شفته شيء؟ قال ابو سته. قال لي نعم. قال لا والله صح والله اني توني تذكرت انه هو ترى في العاده يجينا كثير لكن والله فعلا من اشتغلت في المطعم ما جانا. قال لا زين تعال انت شلون شريت اجل المقهى؟ قال شريته من صاحبه اللي هو سيد عبدان. قال نعم. منو صاحب المقهى هذا الاصلي؟ قال سيد عبدان. قال لا احنا ندري ان المقهى هذا اصلا مالكه ابو سته وترى ابو سته ما يملك بس المطعم هذا يملك كثير شغلات عندكم في القريه واصلا كان قايل لنا انه بيشتري الارض هذه اللي جنبك ارض العجوز اللي قال الارض هذه اشتراها سيد عبدان. انا رحت حق اخو العجوز استغربوا قالوا له ابن حلال انت قاعد تقول؟ هذا المقهى حق ابو سته وهو اصلا من زمان حاط عينه على الارض ارض العجوز وبيته الله يرحمها وقال لنا اني هذه يا ابي اشتريها وحنا اصلا عطيناه راينا قلنا له اي بالعكس مكانها حلو واشترها وضمها للمقهى. ومن رجعنا من سنه لما كنا هنا اخر مره موجودين ما شفناه ونتصل عليه واحنا اصلا ترى علاقتنا معاه مو بس انه مسوق عقاري لنا يعني روحات وجيات هو مثل الرفيج وجينا نسال عنه فقدناه والله من غير شر فما احنا عارفين هل صادقين انه صار لهم سنه ما شافوه؟ قال والله اني ما ادري وانتم الان عقدتوني صراحه. سكت. المهم تعشوا وكذا وخلصوا وقالوا يلا بنمشي احنا ورانا طريق الله يسهل عليكم لا تنسون تسمعون سوالف طريق. المهم مع السلامة مع السلامة. هذا من عندي ترى. المهم هذا مرشود ذيك الليلة ما نام وهو يفكر لين طلع الصبح أول زبون جاء يعرفه قال له تكفى خلك في البيت هني عفوا في المقهى أنا بروح البيت شوي وجاي. قال أوكي لأن ما عندي أحد هني في العمال وكذا. قال أوكي ويروح طاير البيت ويفتح الحجة اللي عنده اللي أخذها من سيد عبدان يبي يقرأ اسم صاحب الحجة الأصلي مو اللي مسوي له توكيل ولا اسمه زيد وهم أصلا قالوا له اسمه زيد فلان الفلاني. يوم قرأ اسمه قال والله صادقين هذول أبو ستة كان مالك أجل شلون بايع لياها سيد عبدان وسيد عبدان عنده توكيل ويطلع التوكيل ولا فعلا توكيل موجود وفيه نفس توقيع اللي هو زيد صاحب الملك.
قال خله يجي من السفر واتفاهم معه. الظهر انه بينه وبين زيد اعمال وما يبي يقول بهالسالفة، واسأل عن موضوع الارض مات العجوز اني اخذها. المهم ما طول اسبوع ولا راجع سيد عبدان من السفر. يعني سيد عبدان ما طول تقريبا 3-4 أسابيع. استغرب مرشود، في العادة اللي يسافر البلد مثلا خصوصا في ذاك الوقت وصعوبة التنقل ما هي مثل الآن حيمة سهلة، فواحد لا سافر لهلا يقعد له أقل شيء 3 أشهر إذا مو 6 أشهر، ما يقعد 3-4 أسابيع ويجي، وهذا رايح السودان وجاي معقولة. استغرب منه، ايش فيه راد؟ قال والله معلومه اذا هذا يمشي ويجمع بهالاراضي وعنده خير من وراي، بس ما له، ما هو مو حاسده، بس مستغرب انه ما كان مبين عليه وشغال عنده في المقهى، ما هو عارف الرجال هذا شنو قصته. لكن هم ما قال له يبي يجيس نبضه، هذا شنو قصته؟ يخاف يصارحه، هذا يقول انت شنو تنبش وراي ولا ايش قصتك، لان كل شيء صار مصادفه. بس كله بسبة الكويت اللي سأل عن أبو ستة. هني اكتشف مرشود القصة ان هذا اصلا مقهى للشقة اللي أبو ستة اللي هو زيد والبيت وعند اراضي وعند كذا، وانه مختفي صار له سنة مو مبين. لما جاء سيد عبدان ونام في المقهى كالعادة يروح مرشود لبيتهم، لكن هالمرة قال لا بنام عندك الليلة في المقهى، وبكرة أنا من بكرة أنا في البيت. شاف نص الليل سيد عبدان يتسحب، يمشي شوي شوي، يمشي على يدينه ورجوله، يعني بيطلع من الغرفة بس ما يبي إنه يسمعه مرشود، ومرشود يسوي نفسه نايم. حس بالحركة ان هذا قاعد يمشي على يدين ورجوله لين اخذ الجزمة تكرمه مالته وطلع من الغرفة. قال هذا وين رايح؟ لا هو وقت صلاة ونوم، يقعد من الفجر شغال، ايش عنده صاحي يعني، وجاي من السفر المفروض انه تعبان. ويطلع وراه ويشوف سيد عبدان يفتح بيت المرأة العجوز ويدخل داخل ويقفل وراه الباب. لكن تعرفون انتم مرشود اول له سوابق في القفز، قفز الحوائط، والولد نشيط. المهم ويجي ويتسلق السور ويطالع، ولا هذا سيد عبدان دخل داخل البيت وقفل وراه البيت من داخل كأنه سجن، بيت محكم الإغلاق من الحجر والباب الحديد والشبابيك حديد المهم نزل وتسحب لين وصل باب ويحط اذنه يسمع هذا ايش عنده داخل البيت. يسمع سيد عبدان كأنه يسولف مع الجن او مع الأشباح، ما ادري قاعد يقول كلام، وفي صوت شخير وفي صوت مرعب. طبعا اللي يخاف من هالامور هذه انا احذره من الحين. يسمع صوت شخير ويسمع صوت غريب ويقول كلمات غريبه انجن مرشود وينط الحيط ويرجع مره ثانيه الغرفه ويقعد يرجف. قال الله يستر لا يكون هذا سيد عبدان يتعامل مع الجن والسحره والصوت اللي سمعته ما هو صوت عادي. أو يرجف 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 لين دخل عليه سيد عبدان من الخرعة فز مرشود، قام يصرخ أو يمسكه سيد عبدان. قال بسم الله عليك بسم الله عليك، شفيك يا مرشود. قال لا ما في شيء. قال شفيك أنت بتحلم ولا؟ قال لا ما في شيء. هو يحسب أنه هاجم عليه، هو أصلا صاحي بس شافه دخل عنده وكذا وفز من الخوف، وهذاك يقول بسم الله عليك بسم الله عليك ده 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 وشربه مايو. قال لا بس كنت حلمان وكذا ونام. قال اشوف انه مو جايني، يحسب انه بيمسكه.
المهد طول طبعا ما نام، هذا نايم جنبه ويشخر وهو ما نام لين أذن الفجر، سوى نفسه أنه رايح يصلي ويطير للبيت. يا والله ما أجي المقهى إلا بالنهار، ما أجي والله، والله رعب وأنا بخيت. اللي كان قاعد أول وكان يقول لي فيها أصوات، والله ما ألومه، أجل فيه إنه وهذا شكله ساحر. وصار يوسوس حتى بالنهار، قام يتلفت كل ما يجي من وراه سيد عبدان يلتفت يحسبه بخنقه، يحسب انه انجن، صار يرتعب لا شاف سيد عبدان، لكن ماسك نفسه ما يبي يبين له. قام يقول له لا اليوم بجازة، انا اي احد يبي طلبات قول ما في، ما في احد يطبخ ما في. قام يطنش يوم اعتفس حاله وما هو عارف كيف يتصرف. اللي سمع هذا شنو؟ وصار يفكر يفكر يفكر. قال أنا لازم أعرف الحقيقة، إذا بعيش بهالرعب هذا ما راح أعيش أنا، إذا بعيش ما راح أعيش، إذا بعيش بهالرعب هذا ما راح أطول، أنا راح تضرب فيوزاتي. إلا عرف أنا سمعت الصوت هذا اللي مثل زعير الأسد يعني شخير وهذا يتكلم وما أدري شو. إلا عرف هذا شو يسوي؟ هل هذا ساحر؟ إذا طلع فعلا ساحر وفي بلا، والله ببيع له نصيبي ولا بتركه له، والله ماني جاي للمقهى وما ابي اشتغل ولا بس افك عمري من هالسالفة. إلا راقب اليوم الثاني، طبعا ما في آية ولا إلا قراها وتعوذ وملتزم في صلاة لين جاء الليل ويراقب. طبعا هو مو نايم في نظم، لكن يراقب سيد عبدان يشوفه متى يطلع من الغرفة اللي في المطعم يروح للبيت هذا الصغير اللي آخر الأرض اللي ملاصقة في المقهى، ولا هذا هو يتسحب ماسك فانوس ورايح، وهذا يمشي وراه لين تأكد أنه دخل ويتسلق مرة ثانية وينزل ويروح لين في شباك حديد لكنها من داخل يعني مطرف الشباك المفتوح يعني، لكن هذا سياج حديدي عشان يمنع أحد يدخل، ويحط إذنه عند الشباك مع أنه مرتفع لكن تسلق فيه ورفع نفسه لين وصلت إذنه عند الشباك يبي يسمع، أو يسمع هالصوت هذا اللي الشخير وهذا شي يقول. هني قام يفهم بعض الكلمات، يقول له اشرب اشرب اكل اشرب اكل، قال خرب بيتك شنو اشرب وكل من هذا قاعد يوكل احد هذا؟ وهذاك صاحب الشخير طالع انسان لكن الظاهر انك كلامه ما هو مفهوم او في شيء يعني. قال انا ماني طالع، بنتظر لين يرجع للغرفة. تسلقوا فوق البيت وتم جالس لين تأكد أن سيد عبدان طلع من الغرفة وقفلها بشكل مضبوط، وطلع من البيت وقفل الباب الخارجي مضبوط، وشاف لأنه فوق السطح وشاف لين دخل للغرفة غرفة المطعم، انتظره لين قال هذا خلاص نام، ويروح للغرفة غرفة المطبخ ومعه مفتاح ويقفلها من الخارج، يبي يتأكد أن أثناء ما يكون هو ينبش في البيت أنه ما يلحق هذا سيد عبدان. هو مرتعب منه لكن قال أمان أقفل عليه وأخذ راحتي. أقول لكم عنده صاحب خبرات في العملية هذه، وفعلا قفل عليه بدون ما يحس لأنه في قفل خارج، أنت عارفين القفل هذا اللي نفس ما المحلات، قفله وراح تسحب براحته نط البيت وجاء عند باب البيت هذا يحاول يفتح من الداخل قوي، يروح للشباك شباك قوي ويجيب له قطعة خشبة كذي ويحطها بين السياج ويضغط يضغط لين اكسره ويتسلق ويدخل من الشباك ويولع النور يدور من هالرجال اللي داخل البيت اللي، ويشوف ذاك المنظر اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر.
ولا هذا رجال نايم على أطراف غرفة على حصيرة ونايم على ظهره ويشخر وما يتحرك من مكانه، حواليه وصاخ فضلات تكرمون وكذا، وشكله من زمان ما تحرك من مكانه، وجنبه ماي وأكل ولما قرب منه شوي ولا هذا زيد أبو ستة وينصدم. السلام عليكم أخوي أنت زيد، أنت أبو ستة أبو ستة، ويلتفت عليه يقول الله يخليك الله يخليك الله إيش فيك عسى ما شر، قال الله يخليك الله يخليك دير بالك ترى أنا صار لي هني زمان هني، ترى هو هني ساجني شنو؟ قال ترى هو ساجني ودير بالك لا يجيك، بلغ الشرطة قبل لا يجيك. قال خلك لا تطلع صوت لا تطفي، ويطلع من الشباك وينطها السور ويركض للقرية وياخذ سيارة أبوه ويطير إلى مركز الشرطة. السلام عليكم، عليكم السلام. هناك طبعا يعرفونه لأن دوريات الشرطة كلها توقف عنده في المطعم، وهو صار معروف عندهم، وأهل الشرطة والدوريات أغلبهم من أهل القرى وهو يعرفهم من جماعتهم ولا من. قال الحقوا علي ايش فيك عسى ماشر، قال شفت لي رجال ابو ستة فلان فلان الفلاني وترى هو مسجون في غرفة واللي ساجنه سيد عبدان. عرفوه سيد عبدان ايش فيه، هو اللي ساجنه ابو ستة، انت ايش قاعد تقول؟ قال يا جماعة تعالوا معي، ويطلعوا معه يروحون عند البيت. قال لهم ترى انا ساجن قافر عليه الباب وهو نايم، حطوا دورية عند باب الغرفة وراحوا ودخلوا البيت، كسروا الباب. يوم دخلوا ولا هذا فعلا أبو ستة، وأبو ستة صار له سنة مسجون داخل البيت لكن مصاب بشلل كامل، يا الله يدوب يحرك وجهه ويتكلم وعيونه بس، ويشخر من التعب، فيها صاير مصاب بالرئة ويعني أمراض كثيرة صابته من كثر القذار اللي مسكين هو يخرج على نفسه، وهو في مكانه صار له سنة ساجنه سيد عبدان. ويدخلون على سيد عبدان وهو نايم وعلى طول ويحطون بيده الكلبشات ويسحبونه لمركز الشرطة ويطلبون إسعاف وينقلون زيد أبو ستة إلى المستشفى. الحين بدأ التحقيق عشان نعرف شو القصة. اسمه السالفة سيد عبدان باعترافاته خلاص كل شيء واضح وانكشف كل شيء، لأن لقوا في الغرفة حجج كثيرة وسكوك وعنده توكيلات، وكان يبصم أبو ستة ويروح من وراه يبيع أملاكه، حتى سيارته اللي سرقها منه بايعها في بالجرشي من زمان طبعا. قال هلا تكلم واعترف وقول لنا تفاصيل القصة. قال الله يسلمكم، في آخر زيارة كان موجود معاه كويتيين وأنا كنت أكلمه بيني وبينه، لأنه هو أصلاً كان ما يقول لأي أحد إنه يملك هالمقهى لأنه عيب، وهلا بكرة يعني يعايرونه وعندهم عيب إنه عندك مقهى، وهو عنده أملاك وأراضي في مكة والطائف وأبها وكذلك في القرية، فما له داعي إنك تملك مقهى. قال هذا مشروع مستقبلاً، فلما يجيني يجيب زباين، وهو كداد وكذلك مسوق عقاري، فيجيب زباين مرات للمقهى يرتاحون ينامون شوي ويكمل طريقه. فذاك اليوم قلت له والله أنا ترى محتاج بعض الأشياء مثل الشيش وبعض المعسل وكذا. قال لي شوف سيد عبدان بقول لك شغلة، ترى أنا بسكر المقهى وأنا متفشل من أهلي، وترى أني
عندي فكرة أني بسوي مشروع ثاني يعني. فترى جيت الجاية ترى خلاص أنا بسكره وأنت روح لأهلك، وأنا ترى حتى بشتري الأرض هذه، أرض العجوز اللي جنبي، بضمها على بعض وبفتح لي مشروع أنا وإخواني، ونسكن في البيت ونرممه ونضبطه وبنستقر هني ترى. يقول أنا سمعت الكلام من جنيت، أنا طول عمري شغال هني، أنا من دخلت المملكة العربية السعودية يوم كان عمري 20 سنة لين صار عمري 45 وأنا أصلا شغال في هالمكان هذا، يعني توارثوه أصحاب الملك وأنا لسه جالس. يجي الحين يطلعني وارجع لأهل، وين أروح؟ وين ألقى شغل؟ وين كذا؟ إن جنيت وعصبت وإن شلون فرط فيني بهالسهولة. قلت والله ما أخليك. فعلا راح معاه الكويتيين، جاني بعد 2-3 أسابيع ومعاه أخوه، وكانوا متواصلين مع أخو العجوز إن بيشترون منه الأرض، وكانوا متفقين على السعر. فجوا للمقهى وباتوا عندي وقالوا لي نبيك تنظف الغرفة وانت نام داخل المقهى، احنا بننام بالغرفة اللي برا المقهى، نظفها لنا وعشان احنا بننام فيها. قال اوكي. يقول انا نظفتها لهم وهم فعلا راحوا ناموا فيها وانا نمت داخل المقهى. يوم جاء وقت صلاة الفجر ويطلع اخو بستة، اخو زيد اخوه، طلع راح يتوضى وهو جالس على الأرض وحاط بريق الماي، هذا بريق الماي يتوضى. يقول وجيه من الخلف ومعاي فاس واضرب براسه ضربتين ولا هو ميت، لكنه صرخ صرخ اسمعه أخوه زيد أو ستة، وهذاك هم تو صاحية بيروح يصلي، فطلع يدور على أخوه هذا الصوت شنو، يا فلان يا فلان. يقول وجيه أنا من وراه واضربه، وين جت الضربة؟ على ظهره من فوق الحوض، ضربت حتى انغرس الفاس في عموده الفقري وسحبت. كنت بضرب ضربة ثانية لكنه طاح على الأرض وشفته كأنه ميت لكن فاتح عيونه. وفكرت فيها، قلت ليش أقتل أنا؟ أستغل واسحبهم ذيناتهم وادخلهم في بيت العجوز. كسرت الباب ودخلتهم داخل وحفرت خلف البيت من الداخل حفرة ودفنت أخوه، وهذا زيد سحبته للغرفة. أنا تأكدت أنه مستحيل بعد هالضربة والألفاس اللي انغرس في ظهره أنه يقوم يوقف على رجولة، فقلت خله هني ما حد يدري عنه، وحطيت قفل جديد على البيت وانتظرت أخو العجوز يجي على اتفاق راح يجيهم اليوم الثاني. طبعا بصمت زيد على أنه مسوي لي توكيل، وخذيت حجة المقهى وخذيت حجة الأملاك اللي عنده والصكوك وضبطت أموري. يوم جاء أخو العجوز قال لي وين بوستة؟ قلت له بوستة سافر وأنا عندي توكيل وأنا اللي راح أشتري باسمي، تسوي لي توكيل باسمه وتعطيني حجة البيت والفلوس ترى هي موجودة. يقول لأني خذيت حتى الفلوس اللي كان مجهزها زيد حق أخو العجوز صاحبة البيت. وفعلا جبنا شهود من أهل القرية وشهدوا أني أنا دفعت المبلغ وعطاني بموجب التوكيل وكذا، وضبطت الأمور وأخذت الأرض والبيت. يقول أنا كنت ناوي أصلا أني حتى أخو العجوز أني أقتله، لكن اليوم الثاني يوم جاب معاه ناس على بنا هذول الشهود وكذا، وأنا خفت الناس درت في الموضوع، لكن هذول ما حد يدري عنهم. والسيارة أنا خبيتها اليوم اللي بعده، رحت بعتها فيه بالجرشي وكاهي موجودة عند فلان. يوم راح وجابوا السيارة قال أنا باع ليها بتوكيل وإني والله ما أدري عنه، فعلا وشهد إنه هو اللي باع للسيارة. المهم مالكم بالطويلة، هني انكشفت القصة، ويوم حفروا طلعوا أخو زيد ويلقون معاه جثة ثانية. رجعوا له قالوا شنو الجثة الثانية هذه شنو؟
جاي يقول الجثة الثانية والله شفت واحد من المسافرين أيام ما كنت أنا شغال بروحي في المقهى، ودخل عندي بالليل وكان يقول نعسان وبنام كذا. قلت له أي نام؟ شرب قهوة وشيشة وكذا ونام، خذ له غفوة، وأنا حسيت بالملل قمت ضربت على رأسه وسحبت لين دخلته الغرفة. وأصلا هالبيت هذا كنت من زمان أنا مستخدمه، أخبي فيه بعض المسروقات، أقتل لي واحد وكذا، كله من وراء البيت. فأنا كنت أصلا ناوي من زمان أن هالبيت هذا ما حد يقرب له، لأن أدري فيه بيت مهجور. إلا لما قال لي زيد أنه بيشتري، قلت هذا راح يفضحنا وراح يكتشف الجثة وراح يطردني وراح يسبب لي مشاكل كثيرة في حياتي. أفضل طريقة أني أتخلص منه وأمتلك البيت هذا، وهذا فعلا اللي سواه. وكل هالجريمة كانت بفضل رب العالمين، ثم بفضل مرشود اللي كشف القصة بسبة الشاب الكويتي اللي أقولكم مرشح مجلس الأمة في الكويت، ومعروف عندنا هنا في الكويت لكن في أيام التسعينات طبعا مو الآن. المهم مالكم بالطويلة، تم إحالة السيد عبدان للمحاكمة، وأثناء المحاكمة في أول درجات المحاكمة ويتوفى زيد في المستشفى نتيجة المضاعفات اللي جت في موضوع عنده التهاب الرئة، طلع عنده نزيف داخلي، عنده غرغرينة في العمود الفقري، مسكين الله يرحمه وتوفى. فتم تعديل الحكم إلى جريمة قتل، أكدوا عليه أن هذا قتل واضحة باعترافاته، وبالإضافة إلى اعترافات على الجثث الأخرى اللي هو أخو زيد وكذلك أحد المسافرين السابقين. وتم تنفيذ حكم الإعدام بسيد عبدان عام 1404 يعني 1983، ورفضوا طبعا أهل بوستة الله يرحمه أنهم يتنازلون عنه. ومرشود الله فتح عليه وامتلك الأرض ووسع المقهى وصار مطعم كبير ومشهور جدا، وطبعا له اسم ثاني لكن إلى الآن الناس تسميه مقهى عبدان. وقليل اللي يعرفون القصة، طبعا في أهل القرى هذول يعرفونهم أكيد، لكن ما شاء الله مرشود الله رزقه وصار عنده عيال وصار من الشخصيات المعروفة بطيبة وكرمة وأجود، وإلى الآن يرحب بالمسافرين وأي شخص يشوفه محتاج مقطوع بهالطريق كان يقدم مساعدة لكل رواد الطريق العام اللي يمرون عليه. أي واحد يشوف سيارته متوقفة محتاج ماي، مسافر، يقلط، يعشيه، يغديه، يخليه ينام إذا ما عنده فندق، يعني ما أخذ القصة منها كرم ودين ودنيا. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.